دكتور حامد، هل لابد أن تضم هذه الحكومة عناصر حمساوية لتكون معترف بها دوليا، وكيف للعالم أن يعترف بحكومة بها بعض العناصر اللي هو كان بيصفها بأنها إرهابية وأنها تقتل وأنها تخرب وأنها تدمر ولا تسعى أبدا لسلام المنطقة؟ هذه عقبة يعني كبيرة في سبيل إقامة الحكومة، حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ولكن دعني أؤكد لك أن القاهرة تنظر الآن لنظرة أوسع وأشمل، وهي محاولة يعني وضعت القضية الفلسطينية فوق كل المصالح وفوق كل الاعتبارات حتى مصلحتها الشخصية. القاهرة تتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف. القيادة السياسية وجهت رسالة كبيرة إلى العالم، مفادها أنه لابد الآن من العمل وبقوة على إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وإقامة حكومة موحدة، وعلى حماس أن تتفهم الدرس، وعلى فتح وقافة الفصائل الفلسطينية أن يتفهموا أن الشعب الفلسطيني ضاق زرعا بما يحدث داخل الضفة الغربية وداخل غزة تحديدا. ولكن أؤكد لك أن الدولة المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصرية وقضية مركزية للمنطقة العربية وللشعب المصري وللقيادة السياسية، هي أهم قضية. ودائما وأبدا الرئيس السيسي في كافة المحافل الدولية يضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياته وعلى رأس اهتماماته، لذلك هناك فرصة كبيرة على الفصائل الفلسطينية أن تستغلها وتنبز العنف وتنبز الإرهاب وتضع جانبا وتضع مصلحة الشعب الفلسطيني في الاعتبار الأول والأخير. يعني أنا مع حضرتك، خصوصا وإن لسه عندنا بقى مشكلة كبيرة، وهي مشكلة إقناع إسرائيل بوجوب وجود دولة فلسطينية، ودي مسألة كبيرة. ويمكن الرئيس النهاردة لما قال أنه هذه الجهود ستكون برعاية أمريكية للوصول لعملية سلمية شاملة ونهائية.